إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في حد من حضراتكم بيسألني، هي اليوريا علشان تدوب بتاخد وقت قد ايه؟ بص حضراتكم، انا لما باجي اروي يعني ده بالخرطوم لازم اشوف المية واقفة كده اهي كده علشان اليوريا تدوب. وبالمناسبة النجيلة دي في الظل، وطبعا كانت واخدة خدمة شتوية كومبوست بس، ولكن شوفوا الجزء اللي في الشمس، شوفوا الفرق، الفرق كبير جدا. بصوا نرجع تاني في الظل. فده حضراتكم طريقة الري لو في يوريا محطوطة او اي سمات، اشوف المية كده واقفة. ولو انا بروي بشبكة ري سواء اوتوماتيك او يدوي، لو انا بروي 10 دقايق هخليها تلت ساعة، يعني اضاعف الوقت بتاع الري لو بروي بشبكة الري اوتوماتيك او شبكة عادية. ده اللي انا حبيت اقوله في الفيديو القصير ده، دي طريقة تدويب او طريقة ري اليوريا او النطرات او اي سمات ان بي كي اي حاجة. في النهاية نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.